السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كاع كلشي بخير. مرحبا بكم والف مرحبا في قناه نعيمه صولد. اليوم جيت نبارطاجي معكم واحد الوصفه للبنات خطيره بزاف بزاف، البنات اللي بغاو يغلاضوا ولا يزيدوا في البوا ديالهم. تتكون عندك شي مناسبه ولا بحال عرسك قريب ولا شي حاجه، كتبغي تقد الفورمه تاعتها في واحد الوقت قصير، صحيه ما تخافي منها حتى شي حاجه، خطيره بزاف بزاف. راه البنات عن تجربه اي حاجه تنبارطاجيها معكم هنا، اما تيكون شي حد من العائله قريب ليا دارها وطلبت منه الوصفه، اما تنكون جربت انا الوصفه. هاد الوصفه ما عادش نكذب عليك ماشي انا درتها، ولكن داروها الناس قراب مني والنتيجه بقاو في 15 يوم. البنات 15 يوم ديال من الاستعاره، هي راه كتبان لك غير من الاسبوع الاول، ولكن تتبعيها على الاقل واحد الشهر تيبان لك الفرق، غير تعبري قبل وتعبري من بعد، وعادي تلقاي الفرق كبير بزاف بزاف. كتغلط لك طلعتك الحناك، كتغلط في الجسم ديالك، الصراحه كتقد لك الفورما تاعتك من داكشي، ما كاين لا كرش لا جنب لا حتى شي حاجه. راه البنات راه فعاله وخطيره بزاف بزاف، ما عمر شي وحده بارطاجاتها معكم. داكشي باش جبتها للبنات اللي تكون عندهم شي مناسبه ولا بغات تزيد هي في الوزن ديالها ولا هكا، مرحبا، راها واعره، هي تجربيها على ضمانتي. نبارطاجي معكم المكونات بلا ما نطول عليكم. هانتوما البنات، كاين الشوفان، كتشري دائما نوعيه ممتازه. انا علاش ما قديتهاش معكم؟ لان الصراحه ما عاديش، ما كاينش ليا كلها لي، وانا ما عاديش نستعمل، انا ما محتاجاش ليها، انا كندير حاجه اخرى دابا نبارطاجيها معكم. كاين عندنا الشوفان كي قلت لكم كاليتي، يعني شي حاجه مزيانه. كاين عندنا العسل، تتشري دائما نوعيه تتكون ممتازه، راه الصحه هذه راه ما كاينش اللعب، ما ديروش العسل السكر هذاك راه خايب بزاف. كتاخذ اختي سيليلاك، صافي ثلاثه المكونات. كتجيبي لالا نص كاس ديال الحليب كامل الدسم، غير نص كاس. دائما تشريو الحليب المعقم البنات، كتاخذي منها تعاودي تسدي ديرها في الثلاجه كتبقى هذيك. كما قلت لك نص كاس ديال الحليب كامل الدسم، كتاخذي لالا جوج معيقات من هاد الشوفان، جوج معيقات من سيليلاك، نقلب عليهم حدايا، جوج معيقات من سيليلاك، كديرهم في كاسرونه، كتزيدي عليهم العسل على حسب الذوق ديالك، كما معيقه ولا جوج. غير سيليلاك غتيكون حلو بلا ما تكثري زعما العسل، ولكن دائما تبقى داكشي الانسان على حسب الرغبه. كتديري داكشي في كاسرونه، كتحركيهم، كديرهم فوق النار، كتبقي كتحركي حتى تعقد لك هذاك الخليط السريلاك. راه صحي، راه كاع كنا كنعرفوه كنعطيوه للدراري الصغار، راه ما فيه حتى شي حاجه اللي خايبه. شوف انت ورا صحي، الناس اللي في الصاله كيستعملوه. هذا العسل تختاري العسل حاجه مزيانه، ما ديريش داكشي السكر باش ما يكونش الاضرار من بعد. كما قلت لك تتبقاي تحركي حتى يعقد لك الخلاط، من بعد تنزليهم فوق النار وتزيدي فيه الفواكه، شي حاجه من الديسير اللي عندك، تفاحه بنانه اللي كان عندك موجود ديري، ما عندكش الديسير الفواكه الطازجه، ديري الفواكه الجافه، اي حاجه متوفره عندك ديرها. طلي اختي براسك مالك قرقاع لوز اللي كان ولا لا، خليتي برد واحد شويه وراه لذيذ، راه كيحمق، راه منين دقتو راه الصراحه حمقني. غير انا ما بغيتش الصراحه، ما نكذبش عليكم، انا ما عندي قياسي عجبني، ما بغيتش الصراحه نزيد في شي بوا، ولكن كنت نتناول انا واحد الوصفه ما نكذبش عليكم اللي هي خطيره بزاف بزاف، والله تنبارطاجيها معكم البنات. كما قلت لك هذه الوصفه هذه راه كتعطيك النتيجه حتى هي في واحد الظرف وجيز، بنينه جديده، هي مكلفه شويه لان هاد المكونات كلها ما الصراحه دايرين الثمن. سيريلاك تشري العلبه الصغيره هادي تاع 26 درهم، الا بقيتي تستعملها بشكل يومي راه ما تدي لك حتى 4 ايام، لان جوج معلقات يوميا راه كتسالي دغيا، ولكن البنات كاينه النتيجه. وصفه خطيره وفعاله، كتناولي هذيك الوصفه لذيذه وبنينه بالصحه والسلامه مره واحده في النهار، وردي عليا الخبار، عادي تلاحظي راسك زعما عادي تلقاي الفرق، عادي تلقاي 100%. اللي عجبني فيها هو انها كتغلط الوجه، كتعطي الحناك، كتغلط كلك كتغلط. راه البنت اللي متبعها راه هكا حمقتني انا مني شفتها الصراحه، ما نكذبش، داكشي باش ما طلبتها منها. انا الصراحه جبتها بارطاجيتها معكم لان راه شفت عليها النتيجه راه خطيره بزاف. راه ما كنبارطاجيش شي حاجه الا ما كنتش متاكده منها وشفت بعينيا ولا جربت في راسي، عاد تنجي تنبارطاجيها البنات. يلا البنات اللي بغاو يتزيدوا في الوزن ولا بغاو يغلاضوا ولا عندهم شي مناسبه كانت قريبه وكانوا زربانين، هاد الوصفه راه خطيره، ما تزكلوهاش البنات، راه واعره وعن تجربه. كنتمنى الوصفه تاعت اليوم تعجبكم، كنتمنى تبارطاجيو الفيديو، ما تبخلوش عليا باللايك اللايك 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 البنات.
موعدنا في فيديو قادم ان شاء الله دائما مع الوصفات الخطيره جدا جدا. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. يلا موعدنا في فيديو قريب ان شاء الله، ودائما مع الوصفات، وعادي نبارطاجي معكم الوصفه ديالي انا.